هذه الرواية أنا أنقلها مولانا من تفسير السيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه، الجزء الأول صفحة 78. ما هي حقيقة الإيمان؟ يعني بأي ملاك نقول أن الشخص الكذائي مؤمن أو ليس بمؤمن؟ أنتم تعلمون بأنه عندنا محاور ثلاثة. المحور الأول الاعتقاد القلبي، المحور الثاني الإقرار اللساني، المحور الثالث العمل الخارجي بمقتضى المقر به وبمقتضى تلك المعتقدات. وهذا واضح، وهو أن جنابك إذا كنت معتقدا بالمعاد فإقرارك باللسان يكون شيء، وعملك الخارجي بمقتضى يكون شيء ملازم أو ينسجم مع ذلك الاعتقاد القلبي. وأما إذا كنت منكرا للمعاد فبطبيعة الحال إقرارك أو بحثك اللساني يكون بنحو آخر، وعملك الخارجي أيضا يكون ماذا؟ بنحو يختلف عن ذاك الذي يؤمن بالمعاد. الذي يؤمن بالمعاد من الواضح أنه يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لأنه لا أقل يطلب الأجر الأخوي. أما الذي لا يعتقد بالمعاد يؤثرون الآخرين أو لا يؤثرون الآخرين؟ مو فقط لا يؤثرون، لا يعطون للآخرين شيء، يتصدقون ولا يتصدقون، ينفقون ولا ينفقون، يترحمون ولا يترحمون، يرحمون ولا يرحمون أبدا. هذه كلها لوازم ماذا؟ لوازم ذلك الاعتقاد القلبي بالمعاد. وهكذا الإيمان بالتوحيد، وهكذا الإيمان بالإمامة، وهكذا الإيمان بالعدل، وهكذا الإيمان بالنبوة. هذه كلها عقائد يترتب عليها إقرار لساني، ثم يترتب على ذلك ماذا؟ عمل خارجي ينسجم مع تلك العقائد. فما هو الإيمان؟ هل أن حقيقة الإيمان هي الاعتقاد القلبي والإقرار اللساني والعمل الخارجي بنحو لو فقدت أي واحدة منها فليس بمؤمن، أو أنه مؤمن ولكنه مثلا فاسق ولكنه منافق؟ أي منهما؟ هذه المسائل تعلمون أنها تترتب عليها أحكام أيضا. يعني نحن إذا قلنا بأن العمل الخارجي، أحكام فقهية مقصودي، بأن العمل الخارجي مقوم للإيمان، بنحو إذا لم يكن هناك عمل خارجي فليس بمؤمن، ماذا يقع في أي في أي دائرة؟ يقع في دائرة الكافر. فإذا وقع في دائرة الكفر تجري عليه أحكام ماذا؟ أحكام الكفر. أما إذا قلنا لا، بأن العمل الخارجي، العمل بالجوارح، ليس مقوما للإيمان، بل هو ماذا؟ بل هو من كمال الإيمان. وإلا إذا الإنسان اعتقد بقلبه وأقر بلسانه ولم يعمل خارجا، هذا مؤمن، هذا إنسان معتقد مسلم، ولكنه فاسق من حيث العمل. بعد لا تترتب عليه أحكام الكفر وأحكام الكفر. فإذا ثمرات بالإضافة إلى البحث الكلامي، توجد هناك ثمرات ماذا؟ فقهية. وهو من الأبحاث الأساسية، الحق والإنصاف أنه من الأبحاث الأساسية، وهو أن حقيقة الإيمان بماذا؟ مما تقدم نستطيع أن ننتهي إلى هذه النتيجة، وهي أن أكمل درجات الإيمان هو الاعتقاد القلبي والإقرار اللساني والعمل الخارجي. هذه أكمل الدرجة، خصوصا نحن إذا نظرنا إلى تلك الروايات التي تقول أن الإيمان على درجات. هذه الإيمان على درجات مو مقصود منها فقط الاعتقاد القلبي، لا لا، الاعتقاد القلبي والعمل الخارج. تجد إنسان من حيث الاعتقاد قد يتساوى شخصين من حيث الاعتقاد. من حيث الاعتقاد أنا أعتقد بالله وبالأصول الخمسة كاملة، وزيد أيضا يعتقد بهذه الأصول الخمسة كاملة، ولكن عندما نأتي إلى ماذا؟ إلى مقام العمل الخارجي قد يتفاوت. فأنت إذا نظرت إلى بحسب الاعتقاد القلبي فهما متساويان، أما إذا نظرت إلى ماذا؟ إلى العمل الخارجي فقد تتفاوت درجتهما. هذا الإنسان مو فقط لا يترك واجبا ولا يعمل حراما، بل لا يترك مستحبا ولا يفعل مكروها، بل لا يفعل مباحا في حياته، كلها يجعلها قربة لله. ولكن ذاك الإنسان تجده لا، في درجات أقل، قد يفعل المباح، قد يفعل المكروه، قد يترك المستحب،
ونعوذ بالله قد يترك الحرام قد يفعل الحرام، قد يترك الواجب وقد يفعل الحرام. هذه درجات الإيمان هنا. فلهذا المستفاد من الآيات والروايات الموجودة بأيدينا بأن الإيمان له درجات، أعلى تلك الدرجات أعلى أفضل درجات الاعتقاد وأفضل درجات الإقرار وأفضل درجات العمل الخارجي، هذه أفضل درجات الإيمان، ودونها مراتب. خب من الواضح الذي ينكر الاعتقاد، خب من الواضح وإن أقر باللسان وعمل خارجا، هذا الإنسان ماذا نعبر عنه في الروايات أو في الآيات؟ ها؟ هذا يسمى منافق بعد، لأنه لا يعتقد ولكن يقر ظاهرا ويفعل الأفعال خارجا، يصلي يصوم ولكنه هو غير معتقد بجنة أو نار، غير معتقد من التوحيد والمعاد، هذا هو المنافق. قد يعتقد ويقر باللسان ولكنه لا يعمل العمل الخارجي، ماذا نسميه؟ ها؟ نسميه فاسق. إذن هو مسلم تترتب عليه درجة، يترتب عليه آثار الإسلام، ولكنه بحسب العمل الخارجي هو فاسقون. هذا البحث يتعرض له سيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه في صفحة 79 من الجزء الأول من تفسيره، يقول: لكن في الإيمان نزاع آخر قديم بينهم، وهو أن العمل على طبق الوظيفة الشرعية جزء مقوم لحقيقة الإيمان، بحيث أن من لم يعمل بالوظيفة الشرعية لا إيمان له، وإن كان له التصديق القلبي الجازم بأصول الدين. هذه نظرية، ونظرية أخرى لا تقول: أو أن العمل بالوظيفة الشرعية شيء خارج عن أصل التصديق القلبي، فيكون من كان معتقدا بأصول الدين ولا يعمل بالوظيفة مؤمنا ولكنه فاسق من حيث العمل، أي منهم؟ هذه مرتكب الكبيرة كافر أو ليس بكافر مبني على ماذا؟ ها؟ على هذه المسألة، وهو أن مرتكب الكبيرة وإن كان معتقد بالله وبالمعاد ولكنه يرتكب الكبائر، هذا مؤمن أو ليس بمؤمن؟ إن قلنا مؤمن فلا تجري عليه أحكام الكفر، إن قلنا كافر فتجري عليه أحكام ماذا؟ الكفر. هذه المسألة الكلامية منشأها هذا البحث، وهو أن العمل الخارجي جزء مقوم للإيمان أو ليس مقوما للإيمان. يقول: المتحصل من مجموع الآيات المباركة المشتملة على جملة الذين آمنوا وعملوا الصالحات والسنة المقدسة المسوقة في هذا السياق أن للإيمان كمالا ونقصا وشدة وضعفا، وهذا ما بيناه مفصلا في بحث سورة الحمد. قلنا بأن الإيمان له درجات، الإسلام له درجات، التقوى لها درجات، وهكذا يقول الإيمان أيضا كذلك له درجات. على هذا الأساس قال: ويختلف متعلقه كما تقدم قلبا وعملا ولسانا، فيكون إيمان كل شيء بحسبه، فإيمان القلب بالاعتقاد، وإيمان اللسان بالإقرار، وإيمان الجوارح بالعمل. فإذا لم يكن إيمان الجوارح هذا لا يخل بإيمان ماذا؟ ها؟ بإيمان القلب. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نطرح هذه المسألة، وهي أنه يجتمع الكفر مع الإيمان أو لا يجتمع؟ يجتمع. يمكن أن يكون مؤمنا من حيث القلب ومن حيث العقائد ويكون كافرا من حيث العمل، لا محذور في ذلك. طبعا بعد هذا مو الكافر الاصطلاحي الفقهي، ها، لأنكم كما تعلمون أن الكفر يطلق على معاني متعددة كما ستأتي الإشارة إليه في الرواية التي ينقلها عن الإمام الصادق عن في الكافي بعد ذلك. على أي الأحوال قال: وإذا تحقق بالنسبة إلى البعض فهو إيمان ناقص. فإذا تحقق الجميع يثبت الإيمان الكامل، وإذا تحقق بالنسبة إلى البعض فهو إيمان ناقص، يثبت بالنسبة إلى ما تحقق وينتفي بالنسبة إلى ما لم يتحقق، ويثبت الكفر مكانه مكان الإيمان. والكفر أيضا له بناء على ما تقدم بعد، الكفر أيضا له مرتبة واحدة أو له مراتب متعددة؟
قد بينا يقول الكفر أيضا له مراتب متعددة كل بحسبه، والكفر له مراتب كمراتب الإيمان من حيث الشدة والضعف ومن حيث الكمال والنقص، ويتحقق بالنسبة إلى الاعتقاد واللسان وعمل الجوارح. فيمكن أن يكون شخص مؤمنا اعتقادا ولسانا ولكنه كافر عملا لا اعتقادا ولا إقرارا، وهذا معنى الأثر الذي تقدم من أن الإيمان اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. هذه أعلى درجات الإيمان. ها، مو معناه أنه إذا انتفى الجزء ينتفي ماذا؟ الكل. مو هالشكل، هذا إذا انتفى الجزء ينتفي الإيمان الكامل، مو أنه ينتفي الإيمان. هذه من قبيل أنه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذا نفي الصلاة، ولكن نفي ماذا؟ نفي كمال الصلاة. وإلا إذا صلى في بيته وهو جيران للمسجد صلاته صحيحة، ولكن أفضل وأكمل الدرجات أن يصلي في المسجد. فإيمان كل شخص مبثوث على الجوارح، فالإيمان والكفر كالنور والظلمة، فقد يكون النور في كل مورد وقد يكون في مورد دون آخر. ولا ريب في أنه متى ما انتفى النور يحل محله الظلمة، لا محالة ولا واسطة بينهما. وهذا معنى ما تقدم من الأخبار من قوله صلى الله عليه وآله وسلم، التفتوا هذا التفسير اللطيف، يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأنه بعد هذه حرمة، هذه الظلمة، هذه معصية، إذا جاءت هذه الظلمات بعد لا يمكن أن تكون ماذا؟ نور الإيمان بهذا المقدار موجودا. هذا مو معنى يريد أن يقول أنه في آن العمل المحرم هو كافر بالمعنى الاصطلاحي، لا لا مو هذا، يراد أن يقول كل بحسبه. فإذا اجتمع الإيمان بالله قلبا والإقرار باللسان والعمل بما أمر الله وترك ما نهى عنه يكون مؤمنا، وإذا لم يتحقق الإيمان قلبا وتحقق لسانا وعملا يكون منافقا، وإذا تحقق قلبا ولسانا ولم يتحقق عملا يكون فاسقا.